طريقة الأيون سيلكتف إلكترود. وطريقة الأيون سيلكتف إلكترود هي مفهوم لآخر للخلية الجلفانية البسيطة. الخلية الجلفانية البسيطة تتكون من قطب سالب وقطب موجب أو أنصاف خلايا. عند حدوث تخلقل في الشحنات أو كون القطب السالب يحتوي على شحنات أكثر، بما يؤدي إلى انتقال الإلكترونات من القطب السالب إلى القطب الموجب حتى حدوث حالة توازن. وعند وضع هنا مقياس فولتي أو فرق الجهد يعطينا فرق الجهد بين الخليتين. لكل مادة مراد قياسها هنالك جدار يسمح فقط بعبور هذه المادة مراد قياسها. فمثلا الصوديوم يكون في هذا المكان مادة زجاجية تسمح فقط بمرور الصوديوم أو أيونات الصوديوم، بينما البوتاسيوم تسمح فقط بعبور البوتاسيوم مثل فانيوم مايسين وهو أعتقد مضاد حيوي. كذلك بالنسبة للكالسيوم المادة هنا تكون أو جدار فوسفوريك أسيد كلورايد بوليفينايل كلورايد ماتريكس. فكل مادة من هذه المواد جدار يسمح فقط بعبور المادة المواد قياسها. عند غمر أو غطس هذه الخلية الكهربائية في عينة المريض تدخل الأيونات أو المادة المواد قياسها من هذه حسب سماح الجدار لها إلى الجزء الخلية التي يسمى بالإنديكيتر إنديكيتر سيل أو إنديكيتر إلكترود، والذي يتمثل بالخلية المراد قياس المادة من خلالها. أما الجزء الآخر فالذي يسمى بالريفرنس إلكترود. عند مرور المادة المراد قياسها إلى هذا الجدار تزداد شحنة هنا. هذه الزيادة في الشحنة تسبب تخلخل في الفرق الجهد بين هذه الخلية وهذه الخلية، ما يؤدي إلى مرور تيار كهربائي من هذه الخلية إلى هذه الخلية تعطينا فرق بالجهد. هذا الفرق بالجهد عند مقارنتها بمعايير معينة فنسبة الفولتية هنا تمثل تركيز الأيون المراد قياسه هنا. كذلك بعد ما قلنا بعد مقارنته بتراكيز أو معايير ثابتة يمكننا معرفة من الفولتية الكهربائية تركيز المادة المراد قياسها.